عبر الأقمار الصناعية من بغداد ينضم لنا الدكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. القوات العراقية إذن تتأهب لتحرير آخر معاقل تنظيم داعش، أهمية المعركة المقبلة معركة القائم ما هي؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. حقيقة المعركة معركة استراتيجية، قد تكون هي نهايات لهذا التنظيم الإرهابي داخل الأراضي العراقية بصورة كبيرة ستكون، وكذلك هي نهاية لما يسمى بولاية الفرات التي لم تبقى لها إلا راوة والقائم، وبالتالي هاتين المدينتين هما المرتكز الأساسي لهذه الولاية، وهذه بالتالي الآن قد تكون معركة النهايات الكبيرة في المدن الحضرية، وتبقى المعارك الأخرى المفتوحة مع التنظيم الإرهابي على الشريط الحدودي، الحدود العراقية السورية، وكذلك على صد الهجمات التي قد تأتي من العمق السوري، على اعتبار أن هنالك امتداد إلى ولاية الفرات داخل منطقة آل بوكمال السورية، وبالتالي هذه هي العقدة والمشكلة الأساسية التي قد تواجهها العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة عندما تنطلق. طيب ما الذي تتطلبه المعركة الحالية آخر معاقل داعش؟ نتحدث بأن داعش يعني نهايته أصبحت حتمية في العراق، نعلم بأنه في اللحظات الأخيرة داعش لا يترك شيء ولا يفعله من ممارسات إرهابية وما إلى ذلك ومن التخبطات الأخيرة، بالتالي ما الذي تتطلبه المعركة عسكريا واستراتيجيا في هذه الحالة؟ يعني اكيد على الصعيد العسكري تتطلب الحسم السريع، لان هنالك مدنيين ابرياء احتجزهم التنظيم الارهابي منذ سنوات وسيطر عليهم، وبالتالي لابد الحفاظ على المدنيين والحفاظ كذلك على البنيه التحتيه التي تبقت داخل المدينه. لكن بالمقابل لوجستيا واستراتيجيا هنالك تحديات ومخاطر كبيره جدا، قد يكون التنظيم الارهابي اعد او فخخ العديد من مراكز الثقل الاستراتيجية داخل القائم على وجه الخصوص، وكذلك هو يستثمر النهر في راوة، وكذلك بالمقابل العقد الاستراتيجية التي قد يستخدم من خلالها دروع بشرية من المدنيين الأبرياء العزل، وهذه العقدة التي قد تقف أمام تقدم القطاعات العسكرية، وهي القطاعات تمرست على هذا النوع من القتال خصوصا في جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك قوات الجيش العراقي، إضافة إلى فصائل الحشد الشعبي التي ستشارك من الحشد العشائري وكذلك من الحشود الأخرى التي تأتي من ألوية الحشد الشعبي. طيب طبيعة المنطقة جغرافيا يعني كيف يمكن أن تؤثر في سير العمليات العسكرية، وأيضا كيف يمكن الاستفادة من المعارك السابقة، معركة الموصل التي كانت من أهم المعارك سواء جانب الأيمن أو الأيسر والمعارك التي تلتها أيضا؟ نعم، يعني حقيقة العقدة الاستراتيجية التي ستقف أمام تقدم القطاعات أن المنطقة التي ستحدث بها النزاع أو الصراع المسلح الآن ما بين القوات العراقية وقوات كيان داعش الإرهابي هي منطقة سهلية مفتوحة تارة ومنطقة هضاب وتلال ووديان، وهذا هو التحدي الأساسي الذي قد يستثمر به هذا التنظيم الإرهابي من إيجاد مراكز للقيادة والسيطرة بديلة قد تكون بعد انهيار داخل المناطق المبنية. عندما نقارن معركة الموصل وحتى معركة الحويجة مع معركة القائم وراوة نجد أن التحدي الأساسي كان المناطق المبنية والاستثمار في الأزقة والشوارع الضيقة، وهذا بالتالي يحجم حركة القوات المسلحة العراقية المتقدمة والقوات المشتركة. لكن الآن هنالك ثلاثة بلدات أساسية و50 قرية في القائم، وكذلك هنالك ثمانية أهداف أساسية في مدينة راوة، وبالتالي عملية السيطرة والاندفاع قد تكون سريعة جدا في محور راوة، لكن قد تكون أصعب في محور القائم عندما نتقدم إلى الحدود العراقية السورية والتي تحتاج إلى دعم استراتيجي كبير من الطيران التحالف الدولي، لأن لديه تقنيات متقدمة جدا في المسح الحراري وكذلك متابعة حركة المقاتلين الأجانب وكذلك المحليين أثناء هروبهم من مراكز القيادة والسيطرة التكتيكية التي سيتبعها داخل المدينة، ومن ثم يعود إلى مراكز القيادة والسيطرة الاستراتيجية التي حضر إليها أثناء انهياره داخل المدينة. طيب هل من معلومات إن كان هناك بعض من القادة أو من الصف الأول بعدهم متواجدين أم فروا إلى أين؟ المقاتلين المتواجدين في الداخل هل هم محليون أم أجانب؟ الأعداد التقريبية حتى، يعني نحن أمام ماذا بالتحديد في هذه المعركة؟
يعني أكيد التقديرات الاستخبارية الآن التي ظهرت من الاستخبارات العسكرية الأمريكية حقيقة، اليوم نشر هنالك تقرير مهم حقيقة يتحدث عن 6500 مقاتل موجودين في الجانب العراقي والسوري والحدود العراقية السورية. عندما نفرز القائم وكذلك راوة، قد تكون التخمينات الاستخبارية تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل ما بين محلي وأجانب، قد يكون 30% منهم أجانب هؤلاء الإرهابيين، لكن بالمقابل هذه المعركة قد تكون غير المعارك الأخرى، ليست هي بالسهلة لأنها ستكون حاسمة. التنظيم انهار بالعديد من العقد والمواقع الاستراتيجية، وبالتالي سيكون هنا أو سيقاتل قتال المستميت، لأنه عمليات الهروب داخل العمق السوري قد تعطيه أرجحية، لكن نهاياته في العراق وانحساره واضحة جدا، وبالتالي القتال قد يكون قتال شرس جدا، وهذا ما هو يكون إحدى التحديات. وبالتالي تقديرات المقاتلين قد يكون ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل داخل العمق العراقي، والبقية هم على الحدود العراقية السورية وكذلك العمق السوري في البوكمال. شكرا جزيلا لك دكتور حسين علوي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.